شفت البت جنة الرحمن كانت باقيه على الفيسبوك؟ دي بتقول لك ان في واحده جارتها نقلت فيروس كورونا ل 350 بني ادم في يوم واحد. دي كاتبه كلام مهم قوي، بتقول لك كانت ماشيه بالعجله، عملت باي من بعيد، ما لمستش حد ولابسه الكمامه وكل اجراءاتها تمام، عملت باي من بعيد. السبعه دول رجعوا وشافوا اهلهم وجيرانهم واصحابهم، 350 واحد جاله كورونا في ساعه. ده كلام مهم قوي، انا هشير هاشتاج هنروح في داهيه، هاشتاج يد النصيبه، هاشتاج الحقونا، هاشتاج هنموت كلنا. مين جنة الرحمن دي يا دين؟ ها اهلا بيكم على الجرح، حلقه جديده. انا دينا عبد العليم. زمان الواحد مننا كان بيصحى من النوم يبص في وش مراته او تبص في وش جوزها وعلى وشها ابتسامه عريضه وهي متفائله باليوم الجديد اللي لسه هيجي. دلوقتي كلنا بنصحى من النوم وشنا في وش الموبايل، كميه الابلكيشنز والنوتيفيكيشن اللي على الموبايل، بنخش على طول نشوف ايه الاخبار الجديده اللي حاصله في الدنيا. فيسبوك، تويتر، انستغرام، تليجرام، منصات كتيره جدا بناخد منها المعلومات. السؤال بقى، هل انت واثق من المعلومات اللي بتقراها على السوشيال ميديا دي بنسبه 100%؟ طب واثق بنسبة 50%؟ طب 3%؟ الإجابة طبعاً لا. ولو أنت مش مصدقني، وقف الفيديو وقوم اعمل كوباية شاي مظبوطة سكر خفيف علشان الدايت، وتعالى اسمع الكلام اللي هقوله ده عشان هو كلام مهم جداً عن الفيك نيوز على السوشيال ميديا. مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك خسر 7.2 مليار دولار في النصف الاول من سنه 2020 بسبب المعلومات الكاذبه الموجوده على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. طبعا ده مش كلامي، ده كلام تقرير كبير منشور من مؤسسه بلومبرج الامريكيه، قالت فيه انه فيسبوك خسر من قيمه الاسهم بتاعته 3.8 في اخر جمعه في شهر 6 اللي فات. وقالت كمان ان مؤسسه فيسبوك بغض النظر عن خساره مارك زوكربيرج، المؤسسه نفسها خسرت 56 مليار دولار من قيمتها السوقيه. انت راجل في جيبك 200 جنيه طبعا مخضوض وانت بتسمع الارقام دي، بس خليني اقول لك الارقام دي خسرهم ليه. فيسبوك خسر الأرقام دي بسبب الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة. الشركات اللي بتعلن على الفيسبوك سحبت إعلاناتها من المؤسسة بعد ما لاحظت وفقا برضو للمعلومات الموجودة في التقرير إن مؤسسة فيسبوك ما بتتخذش أي إجراءات حيال المعلومات المضللة، وبالتالي الشركات دي بتخسر، فقررت توقف إعلانات على الفيسبوك. طبعا ما كانش في أكتر من كورونا الفترة اللي فاتت مادة خام للنميمة والأخبار المضللة والمعلومات الخاطئة على فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي. في مركز مشهور جدا بره اسمه CCDH، اختصارا لمركز مكافحة الكراهية الرقمية. المركز ده بيشتغل على المعلومات الغلط على السوشيال ميديا. قال ايه بقى المركز ده؟ قال انه فيسبوك حط علامات تحذيرية على 50 مليون بوست كاذب. 50 مليون بوست، تخيل، كلهم عن فيروس كورونا، يعني 50 مليون بوست في 6 شهور، غير انه حذف 2.5 مليون بوست فيهم معلومات مضللة. يعني حذر من ال 50 وحذف 2.5 مليون بوست. وعلى الرغم من الملصقات التحذيرية وحذف البوستات، الا انه برضو شركات المعلنة قررت انها توقف الاعلان على شركة فيسبوك، لانه وفقا لتقرير نفس المركز ففيسبوك ما بيتعاملش بسياسه واضحه مع الاخبار المضلله. التقرير قال ان فيسبوك بيحذف واحد من اصل 10 بوستات فيهم معلومات غلط، وبيسيب التسع بوستات اللي فيهم اخبار غلط او معلومات مضلله موجودين لسه. طلعوا تقرير للشركات المعلنه انه 90% المواد المضلله بتفضل موجوده على الفيسبوك، وعملوا حاجه صغيره جدا ليها علاقه بكورونا، بيشوفوا الاشاعات اللي طلعت من ساعه ما فيروس كورونا طلع. التقرير قال انه من 21 يناير لحد 17 ابريل ظهرت 100 معلومه غلط تماما عن فيروس كورونا. خد المفاجاه بقى، ال المعلومة دول اتشيروا في الأربع شهور دول 117 مليون مرة. أنت متخيل حجم الشير الغلط اللي بيحصل؟ الميت معلومة الغلط دول منهم معلومات عن تخليق الفيروس معمليا، إنه الفيروس بيتنقل عن طريق الجو، إنه الكمامة بتجيب سرطان، وكان أكتر بوست منتشر مش بس في مصر، في العالم كله، عن إنه الغرغرة بالمية والملح والليمون والخل بتقي من الإصابة بفيروس كورونا. طبعا أنا واثقة إنه 70% من المعلومات الغلط والفيك والشير بيكون موجود في مصر، شعب بيحب الشير بطبعه. وبما إنه معظم المعلومات الغلط دي لسه موجود على الفيسبوك، فالتقرير قال انه فيسبوك وغيره من وسائل التواصل الاجتماعي ما بيتعاملوش بجديه مع المنشورات الكاذبه، وبناء عليه الشركات قررت تسحب اعلاناتها. ادي الحكايه ببساطه، وخسر فيسبوك كل المبالغ الضخمه اللي انا قلتها لحضرتك في اول الحلقه. خلاصه القول، خد بالك من الشير واللايك والكومنت اللي انت بتعملهم على السوشيال ميديا قبل ما تعمل اي حاجه، لان المعلومات الغلط كتير واحنا بنتدبس كتير. وطبعا الكلام ده لا ينطبق على هذه الحلقه، لان كل الكلام اللي انا قلته لكم ده بناء على تقارير من مؤسسات كبيره، فتقدروا تطلعوا كل الطاقه اللي عندكم من شير ولايك وكومنت في الحلقة دي. سلام.